في نهاية السنة اللي فاتت ظهر مارك زوكربيرج المدير التنفيذي ومؤسس فيسبوك في مؤتمر كبير وأطلق شركته الجديدة باسم ميتا، وقال في كلامه إن ميتا هي الشركة القابضة لكل الشركات التابعة لي، واللي منها فيسبوك انستجرام واتساب. والاسم ده أطلقه على الشركة عشان العالم اللي هو بيصممه من فترة هو الميتافيرس، العالم الافتراضي بالكامل. أهلا بكم في برنامج الوصل. ايه هي الميتافيرس؟ تأثيرها هيكون عامل ازاي؟ تخيل تكون قاعد في بيتك في اي حتة في العالم وشايف صديقك او صديقتك اللي عايشين في بلد تانية، ومش عن طريق الكاميرات، لا ده تشوفهم فيس تو فيس وتقعد معاهم وتسلم عليهم كمان وانت في مكانك. دي التقنيات اللي شغالة عليها شركة ميتا الفترة دي، وهو تطوير اجهزة الفي ار لخلق عالم افتراضي تتقابل فيه الناس عن طريق حاجة اسمها الافاتار، وهيكون لكل شخص مننا افاتار خاص بيه بنفس شكله ولون بشرته وتصريحة شعره كمان، ونقدر نتقابل في عالم الميتا بكل سهولة ومستشعرات احساس كمان عن طريق حاجة اسمها القفازات الاستشعارية. عالم الميتافيرس هو امتداد لعوالم شفناها في افلام كتير زمان زي فيلم ماتريكس وفيلم افاتار، عن طريق نقل العقل الواعي من العالم الحقيقي للعالم الافتراضي، وده هيغير شكل العالم عموما وعالم البيزنس والتسويق خصوصا. لكن هل هيغيرهم بشكل ايجابي ولا بشكل سلبي؟ اكتبوا لنا في الكومنتات رايكم واجاباتكم. وبكده تكون حلقتنا خلصت النهارده، نشوفكم على خير وانتوا دايما متواصلين.